ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. سيد رامي أهلا بك، ما التحليلات الأولية للقصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في حمص في سوريا؟ نعم، صباح الخير. نبدأ من عدد الخسائر البشرية، 10 مؤكدين حتى اللحظة، بينهم 6 شهداء مدنيين في استهداف المبنى والذي هو مؤلف حقيقة الأمر من طابقين وقبو في هذا المبنى. الطابق القبو كان هناك فيه طلاب جامعيين، الطابق الأول أصحاب المنزل هي سيدة، والطابق الثاني هو مستأجر من قبل مجموعات يعني قيادة الثوري حزب الله، ولكن هم غير سوريين، سكنوا في هذا المبنى أو في هذا الطابق من فترة ليست بعيدة. أي أن قصف المبنى هو من أجل قتل من كانوا في هذا الطابق الثاني، ولكن في النهاية سقط 6 ضحايا مدنيين على الأقل. قبل قليل كان هناك يعني ارتفاع العدد بسبب وجود يعني قتيلين جديدين، لا يعلم إذا كانوا مكانوا حراس لهؤلاء الذين كانوا في الطابق الثاني أم هم من المدنيين الموجودين في تلك المنطقة، تحولت أجسادهم إلى أشلاء. حتى اللحظة نستطيع التأكيد بأن من ضمن 10 6 شهداء مدنيين وأسنان من جنسية غير سورية من العاملين مع إيران كانوا في الطابق الثاني من المبنى. طيب سيد رامي، ما هي الأهداف المحتملة وراء هذه الضربة الجوية؟ ما تأثيرها المحتمل على الوضع السياسي طبعا في المنطقة؟ يعني قبل أن نخوض بالتحليل دعني أقول لك أيضا ليس هذا الاستهداف الوحيد الذي كان في حمص، هذا الاستهداف الذي كان فيه تأكيد للخسائر البشرية من ضمنهم شهداء مدنيين، لكن كان هناك استهداف آخر في غرب حمص وتحديدا محيط مصفات حمص في منطقة المزرعة، وهي تعتبر حاضنة شعبية لحزب الله اللبناني. أيضا جرى استهداف موقع في جنوب مدينة حمص عند دوار تدمر، أدى الانفجار كبير، لا يعلم إذا ما كانت شحنة أسلحة أم مستودع أسلحة في تلك المنطقة، غيب حقيقة الأمر عن إعلام النظام أو الإعلام الحكومي سميه ما شئت. هذا يدل بأن تحليلا يدل بأن إسرائيل هي تلاحق إيران وميليشياتها وحزب الله اللبناني، سواء في حمص، سواء في ضاحية دمشق الجنوبية السيدة زينب، سواء في حي المزة. يعني كل هناك عندما تكون هناك معلومات لإسرائيل عن وجود حرس ثوري إيراني، وجود قيادات في حزب الله اللبناني، تستهدفهم حتى لو قتلت معهم مدنيين مثل ما كان عليه الحال يعني هذا اليوم أو فجر هذا اليوم في مدينة حمص. طيب يعني تدور الأحاديث حول اغتيال شخصية قيادية في الميليشيات الإيرانية من خلال هذه الضربة، هل تأكد ذلك؟ هناك شخصين قتلا في الطابق الثاني، لا يعلم إذا ما كانوا من قيادات بارزة في حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني أو حتى ميليشيات إيران، هناك ميليشيات إيران كثيرة داخل الأراضي السورية، لكن بالنهاية هم من جنسية غير سورية، الواضح بأنهم هم المستهدفين في قصف المبنى في شارع الحمراء وهو من أرقى شوارع مدينة حمص. ودعينا نقول بأن الشخصيات قتلت قيادية وأن العناصر العادية من غير المستحيل أن يقوموا باستئجار يعني طابق في حي راقي في مدينة حمص. نعم، السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على المشاركة.